الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يرزقنا جميعا حسن الخاتمة يا رب العالمين، ويتقبل منا يا رب، ويرفع عنا البلاء ويرفع عنا الغلاء يا رب العالمين. ومن أسباب الغلاء الإسراف والتبذير، تعلمنا ذلك من أهل العلم. قال تعالى في القرآن الكريم: كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. ولا تطغوا فيه، طغيان بالنعمة. كان في بعض الناس في المسجد بيقول لي: يا عم الشيخ، كنا بنرمي، نعمل الرز ونرمي نص حلة رز. الزوجة كانت تعمل كده من وكانت العيش ترمي العيش. النهاردة بنقمر العيش وبنحافظ على رغيف العيش وبنشتري بالربع كيلو رز بدل ما كنا بنرمي نص حلة الرز. فالإسراف والتبذير جاب لنا غضب ربنا. ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. عشان كده بنحسن لجوار نعم الله. أفبنعمة الله يجحدون، أفبالباطل يؤمنون، وبنعمة الله هم يكفرون. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فالإسراف والتبذير، يعني النبي كان يأكل، كان لو كل صنفين كان يبكي: ثم لتسألن يوم، لو توضع له صنفين: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صلى الله عليه وسلم. شوف احنا النهاردة كمية الإسراف والتبذير في النعمة. الرسول لما لقي لقمة خبز في الأرض ومسكها ونفضها بيقول لها: يا عائشة، نحسن لجوار نعم الله، لو زالت مش هترجع تاني. عشان كده محتاجين يعني الشكر، تعلم من أين العطاء وترضى بالعطاء، ولا تعصي الله بالعطاء، ولا تحقرن طعاما قدم إليك. ما تقولش دي حاجة مش قد المقام، لا، أي نعمة ربنا. أنا أقول، أنا ما أقول الأكلة الفلانية دي هي ما بتحبنيش، لكن أنا ما أقولش أنا اللي ما بحبهاش. وبحسن لجوار نعم الله: إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، حافظ عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النقم. والشكر عند المصريين يقول لك: تقبل إيدك وجه وظهر، ولا وش وظهر زي باللغة الكلمات العوام. ولكن مش ده معنى الشكر بس. تعلم من أين العطاء وترضى بالعطاء، ولا تعصي الله بالعطاء. وسبحانه وتعالى يقول: وقليل من عبادي الشكور ولكن أكثر الناس لا يشكرون. نسأل الله أن يرزقنا الشكر على نعم الله، وأن يرفع عنا البلاء ويرفع عنا الغلاء. جزاكم الله خيراً.